فيكم بأول حصيلة لوباء كوفيد 19 ببلادنا خلال شهر رمضان، والذي نجدد لكم به في أول يوم منه التبريكات والمتمنيات بموفور الأجر وبالصحة والسلامة، وبأن يرفع الله عن بلدنا هذا الداء في القريب العاجل إن شاء الله. الحصيلة بطبيعة الحال تهم 22 ساعة، أي ما بين الساعة 6 لمساء الأمس إلى حدود الساعة 4 بعد زوال يومه 25 أبريل 2020. خلال 22 ساعة تمكنت المنظومة الوطنية للترصد الوبائي لهذا الداء من اكتشاف 139 حالة إضافية مؤكدة مخبريا، ليصل بذلك إجمالي الحالات المؤكدة منذ بداية هذا الوباء ببلادنا إلى 3897 حالة، فيما بطبيعة الحال لا زالت تتزايد الحالات المستبعدة بحكم أننا نقوم بالتحري والتقصي لكل الحالات المحتملة، بل وحتى للحالات المخالطة ولمحيط الحالات المكتشفة، حيث بلغ عدد هذه الحالات المستبعدة بعد تأكيد المختبر بأنه لا يتعلق الأمر بفيروس كورونا المستجد، هذا العدد بلغ إلى حدود اليوم 21546 حالة مستبعدة. هذه الحالات 139 اللي عرفناها خلال 22 ساعة لازلنا نكتشفها على وجه الخصوص بواسطة التتبع الصحي للمخالطين، فيمكننا ذلك بطبيعة الحال من اكتشاف الحالات جد مبكرا، إن لم نقل أننا نكتشف نسبة مئوية مهمة منها وهي لا تظهر عليها علامات. فهذه العملية ديال التتبع للمخالطين مكنتنا باش نكتشفوا خلال 22 ساعة 118 الحالة من بين هذوك 139 حالة، أي بنسبة مئوية تعادل 85%، مع الإشارة إلى أنه منذ بداية هذا الوباء بلغ عدد المخالطين الذين تم تتبعهم 17843، والإشارة أيضا إلى أنه لا زالت لحد الآن 7048 مخالط قيد التتبع الصحي. نذكر بأن التتبع الصحي يدوم على الأقل 14 يوم. بالنسبة للوفيات، سجلنا مع الأسف حالة وفاة واحدة خلال 22 ساعة تنضاف إلى الحالات المسجلة مسبقا منذ بداية الوباء، ليصل إجمالي الوفاة المتعلقة بكوفيد 19 منذ بداية هذا الداء ببلادنا 159 وفاة. أما فيما يخص النسبة المئوية للوفيات فلا زالت تتناقص شيئا فشيئا وتدريجيا، حيث بلغت اليوم 4.1%. بالنسبة لحالات الشفاء، سجلنا بحمد الله 51 حالة شفاء خلال 22 ساعة، حالة شفاء إضافية بطبيعة الحال تنضاف إلى العدد القديم، فيصبح إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء تماثلا تاما منذ بداية هذا الوباء 537 حالة شفاء. هذه الحالات بطبيعة الحال لا زالت الحالات ديال المرض، لا زالت التوزيع الجغرافي هو فلازلنا نسجل، أو لا زالت الدار البيضاء السطات هي الجهة التي تسجل أكبر نسبة، متبوعتان بجهة مراكش أسفي، ثم جهتي فاس مكناس وجهة طنجة تطوان الحسيمة متساويتين، ثم جهة درعا تافيلت. فإذا كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد 19 ببلادنا خلال هاد 22 ساعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.